ما وصلتش؟ اكسلانس ما تقدرش تتأخر. هي فين؟ وحشتك صح؟ جوازتك الأخرانية طولت حبتين، بس المهم إنك أنت تكوني طلعتي منها بالمفيد. طول عمري بطلع بالمفيد، ولا إيه يا أخي؟ واضح. كل ده علشاني مكان بريفي وشارل أزنافور. والله مفيش حاجة تكتر عليك يا سو، ده العادي بتاعي، كله علشاني. كنت تضحك عليا المرة دي وقولي إنه علشاني. أكرم البدري ما بيضحكش على حد، لكن لو أنت بقى عاوزة تضحكي على نفسك براحتك. مين ميرسي يا صالح. هانم ما تشوفيش وحش. أخبار الناس إيه؟ كنت عند سمير جاك وكان معاه عامر التوني وشوية كده من صحابهم أول مرة أشوفهم. كانوا بيتكلموا في المجمع الصناعي الجديد اللي ناوي يبنيه. مجمع صناعي؟ مجمع صناعي ايه؟ هو فاكر نفسه لسه في الستينات بروح امه؟ قالوا حاسبينهم علينا رجال اعمال. بس 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 ما تقولش رجال، مشيها اعمال بس. كمان يا عيني يا ربي. وبعدين؟ عندهم مشاكل كتير قوي مع البنوك وبيدللوا كده على شريك ليهم. الناس دي مش فاهمه اي حاجه. البلد دي مش عاوزه اللي يدخل لها فلوس. البلد دي عايزه يشفط منها الفلوس عشان يفضلوا عايشين على امل انهم يعوضوها. يعوضوها ازاي يا اكرم؟ مصيرها تنشف. انا ما قلتش هيعوضوها، انا قلت على امل. بس شكلهم كده هيفقروهم كلهم جنبهم. والله مش دايما الفقر بيبقى حاجه وحشه. ياما في ستات فقراء اجمل مليون الف مره من ستات نسيوا ملامحهم من كتر البودرة. جمال طبيعي كده وروح بجد. الفقر مغطيهم اه، بس لو بصيتي في عينيهم هتعرفي هم قد ايه اغنياء من جوه. اكرم الستات تلات انواع. ست بتاعت فلوس وبتحب الفلوس حتى لو عندها، ما يفرقش بقى معاها حلوه وحشه، المهم الفلوس. والنوع التاني بتحب تسافر وتدلع وتتدلع ويتصرف عليها ويبقى معاها راجل طول الوقت عارف يدلعها. النوع التالت بقى بتاعت بيتها وعيالها. وانت معاك النوعين، ام العيال وبرنسيسة الدلع. بتدور على الجعان ليه ولا هو طمع وخلاص؟ تصدق يا سو، احيانا فلسفتك بتعجبني. انا كلي بعجب، بس انت بتعند. هبطل عند فين؟ هنا ودلوقتي. صالح وي وي، اقفل الباب يا صالح. حسن الوحيد اللي يعرف لما بتبقى متضايقه يلاقيكي فين. فاكره ناديه وانت في ثانيه تقدم؟ واحد معرفه اتصل بينا في التليفون قال لنا النتيجه طلعت في الكنترول. جريتي جري على المدرسه، فضلت واقف على ايده لحد ما عرفت النتيجه. لسه فاكر يا حسن؟ طبعا. بعدين اتصل بابوك قال له بنتك شالت مادتين يا حاج. قعدنا مستنيين 3 4 ساعات ما جيتيش. امك لطمت بالصوت قالت يا لهوي، بنت رمت نفسها في البحر. لفيت عليك اسكندريه لحد ما لقيتك قاعده هنا. يوم ما رجعنا بابا قال لك لقيتها فين؟ بس يروح فين؟ وانا قلت له قعدت تاوي يمين وشمال، ما قلتلوش برضه في الاخر ان انا لقيتك على كوبري ستاد. طول عمرك جدع يا حسن. امك قلقانه عليك يا ولاد. عارفه. ورد وبابا. وانت كمان لو كنت جيت ما لقيتنيش. يعني انت عارفه ان كلنا بنحبك وبنخاف عليك. عارفه كل حاجه يا حسن. عارفه انكم خايفين عليا وبتحاجوا عليا وبتراجعوا. وعارفه ايه كمان؟ عارفه اني خايفه يا حسن. خايفه افضل لوحدي وخايفه اتجوز.
خايفه اكتر من نظره العطف اللي بشوفها في عيونكم وعيون الناس تفضل من زماني بقيت عارف. ولا قلت لك ما تخافيش ومفيش حاجه تقدر تهزيك طول ما انا جنبك، هتصدقيني يا ناديه؟ هصدقك يا حسين، بس انا مش عايزاك تشيلها. وبعدين كلها كام شهر ولا كام سنه واللي ربنا عايزه هو اللي هيجي. انت عبيطه يا بنت، انت ليه بتقولي ده؟ بقى ناديه بنت الرئيس عشان اخت حسن النورس بجلاله قدر واجمل بنت في اسكندريه كلها. شوف الدنيا سودا بالمنظر ده يا ناديه، الدنيا فيها حاجات احلى بكتير، احلى من العرايس وعرسان. بس يا واد وبس يا بنت، مش كده ولا ايه؟ سبحان الله، بكره ربك يعدلها ومحدش بياخد اكتر من نصيبه يا ناديه. يلا يلا، شكلهم قلقين عليك، ما تسيبهمش كده. صلى على النبي. يلا يلا على اوضتك. يلا كنت فين؟ حاج معلش ناديه تعبانه. اسكت انت، ولا هي يعني ملهاش لسان ترد بيه وتعمل كل عامله وتدافع عنها؟ ده بدل ما كنت تسفخها قلمين على عملتها السودا اللي عملتها لنادي. من امتى يا ناديه عندنا بنات بتغضب وتسيب البيت؟ ما بترديش ليه؟ ما خفتيش عليا؟ ما فكرتيش فيا؟ عقلي عمال يلف ويدور، راحت فين؟ حصل لها ايه؟ هيحصل لي ايه يعني؟ بنت تقعدي على امك كده ازاي؟ ايه ده يا حاج؟ معلش يا عمي معلش، يعني اصلها يعني كانت محتاجه انها تقعد مع نفسها شويه. واللي تقعد مع نفسها تنزل في نصاص الليالي في الشوارع واخوها ينزل يلف عليها ويدور عليها؟ انا ما طلبتش من حد يدور عليا، ومن هنا ورايح مش عايزه حد يقتل همي ولا يتحسر عليا تاني. بنت انت بتزعقي في وشي؟ البيت دي لازم تتربى. ماشي يا حاج، صلي على النبي. معلش مش لازم يعني دلوقتي ندوس عليها. لا يا حسن خليه يدوس، ما انا خلاص بقيت مداس بجملت بقى. بس بقى اهدي شويه يا شيخه. طب ايه رايكم بقى ان انا من النهارده مش هشوف عرسان، وهعمل زي اي بنت، هقعد واحط رجلي على رجلي، وهقبل بس العريس اللي على مزاجي، ومش هبقى فرجه تاني لحد. ماشي يا حبيبتي، اهدي واللي انت عايزاه يحصل. بعدين يعني ابوكي لو بيقول لك كده خايف عليك مش اكتر يعني يا ناديه؟ حرام عليكم بقى، وانتوا في حد فيكم حاسس بيا؟ انتوا مستكترين عليا حتى اني اقعد لوحدي؟ كل مره بتجيبوا لي زفت عريس ولازم اتنيل اقبل بيه، ولو ما حصلش نصيب تزعلوا قوي. هو انتوا عايزين تساعدوني ولا عايزين تخلصوا مني؟ لو مش عايزيني قولي اروح في اي مصيبه واريحكم. بس بقى بس يلا تعالي معايا على اوضتك. يلا 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 يا حاجه، اعملي لها لقمه تاكلها. اقعد يا حاجه، اقعد صلي على النبي. الصلاه والسلام. لا مؤاخذه انا يا حاجه لو كنت بدافع عنها، بس ناديه على شعرايا مش مستحمله. انا عارف ان احنا طول الوقت عمالين بنقول لناديه زيها زي كل البنات، بس من جوانا عارفين ان هي مش كده، واكتر حد عارف انها مش كده هي نفسها. ناديه يا حاج عارف ان هي مش هتتجوز بالسهل، ولو اتجوزت صعب تخلف. عارف ده معناه ايه؟ معلش يعني ان بقول لك كلام زي ده، بس ناديه كانت لازم تنزل تشم هوا وترجع تاني. لو ما كانتش عملت كده كانت هتنفجر من جواها، هتروح مننا يا حاج. لا اله الا الله. خلاص بقى روق، في ايه؟ وبعدين انت قمت من شويه عملت نمره كده يعني كنت هتضربها وبتاع. انا عارفك قلبك طيب، انت كنت هتضربها، ما كنتش هتضربها. يا واد انت عارف يا حاج وانت بتنرفز بتبقى شبه مين؟ مين؟ بتبقى شبه حسن شحاته. ما انا بقول لك ما اعرفش يركب له القسطره يوميها. وازاي اداره المستشفى سكتت على كده؟ واوسخ من كده كمان وحياتك. اوسخ من كده؟ ما بقتش عارف احنا في مستشفى ولا فين. صباح الخير يا رجاء. طيب انا همر بقى وارجع لك. اقعد. صباح الفل يا فاتن. ازيك يا علي؟ ازيك يا فاتن؟ هو انت ما عندكش مرور؟ كان عندي وخلصت مشوار. ايوه صح، انا شفتك امبارح على الكورنيش، بس بصراحه كده ما رضيتش ازعجك، قلت يعني يمكن حابب تقعد لوحدك او كنت مستني حد. انا بحب اقعد على الكورنيش، بحب اقعد. تهرب؟ تهرب من مين بقى؟ من الناس، من الزحمه، من ريحه المستشفى. اهرب من نفسي.
طب والله يا بختك، انا اوقات كتير ببقى عايزه اعمل كده بس ما بعرفش. لو عندك الرغبه هتعرف. بص، هو انا مش نفسي اهرب لمكان قد ما اهرب لحد، حد يفهمني، يحس بيا، يقولي رايه ويقنعني بيه، حد احكي له على كل حاجه وانا مطمنه. هو انت ما عندكش الشخص ده في حياتك؟ في الحقيقه لا، وشكله مش هيكون. انا لما عاوز اتكلم بحب اطلع اللي جوايا على الورق. طيب مش يمكن تلاقي البني ادم اللي يغير وجهه نظرك في الحياه وتحكي له بدل ما انت بتحكي كل حاجه كده على الورق؟ ممكن. وممكن كمان تلاقي نفسك بتعمل كل حاجه علشانه وبتستغنى عن حاجات اكتر. ممكن استغنى عن كل حاجه بس اشوف.